السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. الكثير عندهم علب من المعدن شكلها حلو، لكن عليها شعار المحلات اللي شرينا منها هذه العلب، ونفسنا نغير من أشكالها حتى نستفيد منها بعد انتهاء المكونات الموجودة فيها، لأن عندي كمية كبيرة من علب بخور المعمول الدوسري الخاص بمحلات الماجد. حبيت أغير شكلها واستخدمت الديكوباج ومناديل الحفلات بحيث يكون شكلها حلو. بالبداية صبغتها بصبغة بيضة، ثم تركتها تنشف، وبعدها حطيت عليها طبقة خفيفة من ورنيش الخشب، ثم فتحت المناديل لأنه يوجد 3 طبقات منها، وما نحتاج إلا طبقة واحدة هي الملونة. وبعد ما تنشف المناديل اللي لصقتها على علب المعدن،
أحط طبقة ثانية من ورنيش الخشب حتى يحمي العلب. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.